السلام عليكم ورحمة الله البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانية صحة لاباس؟ الحمد لله. نتمنى هاد لافيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله، باش تعاودوا كلشي مزيان الحمد لله. غير اليوم جيت باش نقش وقلت نشارك معكم. الصراحة نقش زوين، كانت نقش لي واحد البنت كاينة نيت حدانا جارتنا، كتعرف نقش. الصراحة النقش ديالها زوين وظريفة، اللي بغاها نقش ليه ولا شي حاجه. المهم راه عندها انستغرام ديالها حنا امالو، وحتى الفيسبوك، وكاين حتى النمره ديالها اللي بغا يعيط عليها. صراحه يعني نقشه واعره، النقش ديالها انا عزيز عليا، ديما كتنقش ليا يعني من زمان من 2010 وهي كتنقش ليا. صراحه ظريفه، الله يعمر ليها الدار. ايوا هذا الشيء اللي كاين. المهم اللي بغاها النمره ديالها، وغادي ندير لكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف، واولا الفيسبوك. المهم النمره راه كاينه فوق الشاشه، فوق الفيديو. المهم غادي نحط لكم النمره ديالها اللي بغا نقش ليه، راه غادي نقش ليه. ظريفه الله يعمرها دار، وزعما ثمن زوين صراحه، نقش يستاهل. زعما الحنه ديالها زوينه، كلشي كيشكرها ماشي غير انا، وقريبه ليا هي جارتنا حدانا سميتها فاطمه. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم انا غادي نسافر ان شاء الله يا ربي، غنمشي نشوف والديا ان شاء الله الى كتب. صافي وجيت عندها باش نقص ليا. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا، نتمنى هاد الحنه يعجبكم. الصراحه كنت بغيت نقش في العيد، كنت مشهيه الحنه في هذا العيد الكبير، واني قلت معاهم اللي غادي نسافر، قلت لهم ما نخليني حتى نحيد كاع الروينه ديال العيد. كون معايا عارفين مع العيد الكبير كتكون فيها الروينه، غادي يدي غير لما قلت خليه حتى وكاع نجمع الروينه وكلشي، حتى نبغي نسافر عاد نقش. ايوا المهم يلا كتب. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا.